السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن برنامج مميز، برنامج خاص بتصميم الانفوغرافيك. تعرفون أن علم الانفوغرافيك يعني شيء مو جديد، وبهذه المناسبة اللي ذكرناه رح نتكلم شوي عنه. الانفوغرافيك هو فن تحويل البيانات والمفاهيم المعقدة إلى صور ورسوم يمكن فهمها واستيعابها بوضوح وتشويق، وهو أسلوب يتميز بعرض المعلومات المعقدة والصعبة بطريقة سلسة وسهلة وواضحة للقارئ. طبعا يعود تاريخ هذا الفن إلى 7500 سنة قبل الميلاد، لما كان الإنسان ينقش الصور والرموز على جدران الكهوف عشان يحفظ تاريخ الأجيال. وتم اكتشاف الأول للإنفوغرافيك عام 1786 الميلادي، هذا كان الاكتشاف لما اكتشفوه في هذا العام. وبدأ الإنفوغرافيك في عامي 2005 و2006 الميلادي بخمس رسومات فقط، وصار في قفزة بشكل سريع بين عامي 2010 و2011 الميلادي إلى مليونين رسمة. طبعا الأشياء اللي يقدر يستخدمها المصمم في الانفوغرافيك، واللي أول شيء اللي يستخدمه المصمم بشكل كبير هو الصور بنسبة 60%. ثاني شيء اللي يستخدمه اللي هي الرسوم وأسهم الدلالات بنسبة 38%، والكتابة بنسبة 12%. طبعا نقدر ان نستخدم الانفوغرافيك عشان نشرح اي معلومة في اي مجال، مثلا طب، الهندسة، الاحصاء، التعليم، وعشان ان ترويج المنتجات. راح نتكلم شوي عن خطوات تصميم الانفوغرافيك. أول شيء أنه لازم شخص يرسم سيناريو قبل التصميم. ثاني شيء أنه يبني قاعدة بيانات، وأنه يجمع المعلومات في برنامج قواعد البيانات مثل إكسل. ثالث شيء أنه يدعم التصميم بالأرقام، وطبعا لازم تكون في البساطة، وأنه يتجنب الحشو، وأنه لازم يلتزم بنوع واحد في التصميم، ولازم تكون في السلاسة والبساطة في اختيار الألوان، لازم يعني يختار الألوان المناسبة للموضوع بشكل يعني ككل، يعني لازم يختار الألوان المناسبة، وإنه لازم يعتمد التسلسل والنمطية في سرد المعلومات، إنه مثلا يكون أفقي، دائري، مربع أو هرمي وغيره من الأشياء. طبعا أدوات الانفوغرافيك، أول شيء برنامج التصميم مثلا أدوبي فوتوشوب. ثاني شيء قاعدة معرفية واسعة حول الموضوع اللي سيتناول الرسم. ثالث شيء إن الإتقان والخبرة في مجال التصميم، والاختيار المناسب للرسوم والألوان. ورابع شيء مواقع تقدم مقاطع تعليمية ونماذج جاهزة قابلة للتعديل مثل إيزلي وبيكتوشارت، اللي احنا راح نتكلم عنه ان شاء الله اللي هو بيكتوشارت. طبعا الحين بوريكم كم نموذج للانفوغرافيك. طبعا هذا اول نموذج اللي مثلا 10 طرق عملية لمواجهة الانحرافات بقوة وبحب، مثل ما قاعدين تشوفون في نمطية، وطبعا مختار الالوان المناسبة للموضوع. هني هذا 7 خطوات ضرورية للتفويض الناجح. مثلا شوفوا هذا نمقدمها كذي،
وطبعا في انواع للانفوغرافيك اللي هو يكون على شكل هرمي او بياني او يعني مثلا تدريجي او على شكل جدول او قوائم او على شكل شعاعي. هذه كم نموذج على الانفوغرافيك عشان تشوفون ان شلون يكون التصاميم اللي يسوونها في الانفوغرافيك شلون يكون فيها نمطية وانه لازم يختار الالوان بشكل مناسب وانواعها وان الادوات اصلا ليش نستخدمهم عشان ان نكون هذه الاشياء. طبعا الحين راح نتكلم بعد كل اللي تكلمنا عنه راح نتكلم عن موضوعنا الاصلي وهو عن برنامج الخاص بالتصميم الانفوغرافيك وهو البيكتو تشارت. طبعا الحين راح اقول لكم ان شلون تقدرون ان تبحثون عن الموقع هذا او البرنامج هذا عشان ان تقدرون تستفيدون منه. طبعا اما تكتبون كلمة بيكتو تشارت